السلام عليكم أعزائي المشاهدين. الأجواء مستقرة واعتدال في الرياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. راح يستمر استقرار الطقس حتى يوم الخميس، ولكن ابتداء من يوم الجمعة من توقع حالة عدم استقرار في الطقس، وأيضا نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية إلى شرقية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومتر في الساعة، مثير الغبار على بعض المناطق، وأيضا من توقع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا. نتعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي على مدينة الكويت. أجواء قائمة جزئيا ورياح جنوبية شرقية سرعتها 10 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 40 درجة مئوية، رطوبة نسبية متدنية نوعا ما 10%، رؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلو. صورة الأقمار الصناعية توضح عبور لبعض السحب المنخفضة والمتوسطة، وأيضا لا تزال البلاد تتأثر امتداد منخفض السودان الموسمي اللي مأثر علينا وراح يستمر خلال الأيام القليلة القادمة. الليلة طقس غائم إلى غائم جزئيا، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تصل سرعتها إلى 35 كيلومتر في الساعة، وأيضا هناك فرصة لأمطار متفرقة على بعض المناطق. درجات الحرارة المتوقعة في منتصف الليل على المناطق الساحلية متفاوتة ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية، بالنسبة للمناطق الغربية السالم الشقاية 25 درجة مئوية. باكر الظهر طقس حار وغائم جزئيا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تصل سرعتها إلى 35 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة على المناطق الساحلية متفاوتة ما بين 34 إلى 38 درجة مئوية، بالنسبة للمناطق الغربية السالم الشقاية 36 درجة مئوية. الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة خفيفة إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج من 2 إلى 5 أقدام. المواقيت بإذن الله على حسب توقيت المحلي مدينة الكويت: موعد أذان الفجر في الساعة 4:35، شروق الشمس في الساعة 5:54، أما غروب الشمس في الساعة 5:10. طقس متوقع خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله في مدينة الكويت: يومين الأربعاء والخميس طقس مستقر وغائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تصل سرعتها إلى 35 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة 39 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية. ابتداء من يوم الجمعة حتى يوم الأحد طقس غير مستقر، وأيضا نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة، مثير الغبار على بعض المناطق، وأيضا فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، وأيضا متوقع انخفاض نسبي ابتداء من الأسبوع المقبل في درجات الحرارة قد تصل إلى 33 و32 على بعض المناطق، بالنسبة للصغرى ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، نشكركم على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عاصمة العالم.